متابعي راديو أم، أهلا بكم في الموجز الإخباري لنهار اليوم. أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء أمس السبت بملعب المركب الأولمبي ميلود هدفي إشارة انطلاق الطبعة 19 للألعاب المتوسطية وهران 2022. وقبل إعطاء إشارة الانطلاق رحب رئيس تبون بالضيوف الحاضرين وفي مقدمتهم أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني ضيف شرف الدورة. كشفت وزارة التربية الوطنية أن الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط لسنة 2022 سيكون اليوم الأحد ابتداء من الساعة 4 مساء عبر رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. أعلن وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن بحمد عن دخول 5 وحدات لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان حيز الخدمة يوم 5 جويلية، وأوضح بأن الأمر يتعلق ب3 وحدات تم إنجازها بالجزائر العاصمة ووحدة بولاية وهران وأخرى بولاية أم بواقي. لمتابعة بقية البرامج ادخل على موقع radio-m.net أو على maghreb-emergent.net أو بالإشتراك على قناتنا باليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. سلام.